اليوم الحامل الكرة العاطفية لبرج السرطان، طبعا تنفع الشمسي والقمري والفينوس تبع الحب. طيب أنا اليوم رح نحكي عن مشاعر الحبيب وهو كيف شايفك وهلا بأي طاقة هو، ورح نشوف شو خطوته ونوايا من ناحيتك. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. لا تنسى يا جماعة الشير للأصدقاء بالفيديوهات تبعت قناتي، ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك. خلينا نبلش. أنت في أنت دموم، أنت عندك حيرة وعندك كتمان داخلك، أنت كاتم إشي بداخلك، كاتم وجع، حزن، حاسس بألم، بغدر، في مرارة شيء داخلك أنت حاسس فيه وكأنك تتألم لكن بصمت. بدون ما تبين لأي حدا شو مالك، أو احتمال إنك أنت تكون متباعد عن الجميع، مبتعد ومختفي يمكن عن هذا الشخص. أنت شايفه هو كمان متباعد، وأنت شايفه هو بحاول إنه يشفي نفسه من هاي العلاقة. أنت شايفه كأنه مستحيل إن هاي العلاقة تتم، لهيك انت زعلان وانت شايف انه هو تباعد، هو فعلا تباعد عنك. طب خلينا نشوف الشخص هذا، الشخص هذا مشوش لانه هو تقريبا في انفصال، ما هو بمر في انفصال. هذا الشخص، الشخص هذا بيراقب فيك على فكرة ومشوش جدا، وهو شايفك انه انت بتظهر اشياء هو مش فاهم اذا انت بتغني له او لا. كأنك انت بتنزل على السوشيال وهو بتفرج على مثلا البوستات اللي بتنزلها، لكنه عفوا هو مش فاهم انت اصلا شو بتعمل او شو بتنزل. هو مشوش، انت مشوش انك انت في طب المون، عندك غموض، هو بحاول يبحث عن شيء فيك يثبت انك انت لسه بتفكر فيه. هو حاسك انك انت زعلان وغضبان من هذا الشخص، وهو بيراقب فيك على فكرة. السفن اوف كابس، اشوف بس هو طاقة ترابية، احتمال انها بتتعامل مع العذراء او الجدي او الثور. هو السفن اوف كابس والسفن اوف بنتيكل على فكرة. الشخص هذا في حالة انتظار وحالة ترقب، بيراقب فيك الشخص هذا، وحاسس انه انت ضعت من بين ايديه صراحة يعني، وهو حاسس انك غامض، لكنك انت حاسس انه هو تباعد كمان، وهو يمكن انت شايف انه في حواليه ناس كتير، وهو بحاول انه يتباعد عنك بسبب مثلا عنده علاقات اخرى غيرك انت، احتمال علاقات بالعمل، علاقات بال يعني الطرف اللي بينكو، احتمال عمل، احتمال أسرة. أنت شايف إنه في إشي غامض، أنت نفسك شايف في إشي غامض، أنت بدك تكشف حقيقة شيء مالك، إنك شايف إن الإشي صعب بالنسبة لك إنك تكشفه. يمكن أنت بتحاول تكشف شعور هذا الشخص لكن مش قادر تكشفه، يمكن أنت بتحاول تنزل بوستات حتى يطلع منه ردة فعل، هو واقف صامت مش طالع منه ولا ردة فعل، لأنه هو صابر، عنده صبر. خليني أشوف كروت الرومانس عشان الشخص هذا حاليا بمر في انفصال ما، زوجة. الشخص إذا كان متزوج فهو بمر في انفصال في زواجه وإعادة حسابات كاملة في زواجه. إذا الشخص تركه بسبب علاقة أخرى فهو بينفصل عن العلاقة هاي حاليا، هو في انفصال. ميلاد، احتمال هذا الشخص يكون حب جديد، كراش لبعض منكم. احتمال لبعض منكم إنه يكون هذا الشخص أنت حبيته من جديد، او اكتشفت في الابتعاد انك انت بتحبه وانه مشاعرك بينت لما هذا الشخص تباعد عنك.
واحتمال البعض ممكن يكون هذا حب جديد بالنسبة لكم، كمان انكم تقابلتوا في محكمة، تقابلتوا في عمل، او انتوا بتشتغلوا مع بعض واكتشفت انك انت بتحب هذا الشخص. يمكن هذا الشخص حكالك انه هو عماله بنفصل عن علاقة ما او في زواج. طيب ونشوف كمان، لازم يصير في تسامح للبعض منكم، انه لازم يصير في تسامح عشان انت تقدر تطلع من طاقة الموم، لانه انت شايف انه هذا الشخص لازم يعمل شفاء عشان يشفيك انت، او انه يعتذر لك عن موقف هو عمله فيك. اعتقد انه انت اكتشفت انك بتحب هذا الشخص، وقت استكشاف انت لكن بداخلك. الابراج المائية هي دائما شوي محيرة في طيب، خليني اخذ لكم كمان عشان نخلص الكروت النصيحة نتوجه للقراءة. الشخص اللي حاسس من ناحيتك ان انت اتطور، ان انت انفصلت عن هذا الشخص، نشوف ليش الاحساس ان من ناحيتك اتطور. هون بحكوا لك اكسير السلالة، سلسلة أموات الأجداد، وهون بحكوا لك شفاء وتجديد المستقبل. احتمال انت يا برج السرطان، هون بحكوا لك ان اكسير سلسلة الأجداد، احتمال انت تخافي عن هذا الشخص لانه في عندكم عادات وتقاليد او مبادئ تختلف عن هذا الشخص، فاحتمال ان انت في عائلة ماشية على المبدأ على المبادئ والعادات والتقاليد، فأنت مش قادر تكسر هاي الحواجز لأنك خايف إنك تطلع عن العادات والتقاليد. هون بيحكوا لك اكسر هاي العادات والتقاليد وعادات الأجداد والقديمين، يمكن عندك عقول متحجرة نوعا ما ضد الحب مثلا، ضد الارتباط، ضد هاي الأشياء، وبقولوا لك بلش في الشفاء لأن أنت بحاجة لشفاء. أنت زعلان، أنت زعلان جدا يا برج السرطان، جدا جدا، وأنت حاسس إن هذا الشخص بعيد، يعني مش قادر تطوله. الشخص هذا افتقدك فجأة، يمكن أنت انفصلت عنه فجأة، يعني مثلا صحى لقيت مش موجود. طبعا القراءة تقبل العكس، يعني قابلة للعكس. طيب خلينا نشوف شو بمعنى الركاب بيحكوا لك، بيحكوا لك السلام، البيس. Peace comes from remember that only God is real. السلام يأتي من تذكر أن الحب فقط هو حقيقي، يعني إنه أنت تصدق إنه هو الحب حقيقة مش وهم. أنت يمكن شايف إن الحب كذبة أو وهم، بس هم بيقول لك لازم تتأكد سلامك الداخلي اللي انت بتدور عليه، يمكن انت بتدور على سلامك الداخلي، اتأكد ان الحب هو حقيقة مش اوهم. يمكن انت حكيت للشخص ان الحب خداع، انت خدعتني وانا بطلت اؤمن في الحب وانت اغلقت نفسك نهائيا. الشخص اللي بمر حاليا في الجاست مان، الشخص هذا في انفصال وفي كلام فترة حواليه كتير هذا الشخص، بس خلينا أشوف شو نوع هذا الانفصال اللي هو بمر فيه، لأن شكله انفصال عن شيء صعب، يعني بده كتير فيه جهد، فهو بجاهد انفصال ما، لأن كتير انفصال محاسبة يعني أو إحساس.
إحساس أخطأته إنه هو انفصل عنك، أحس بصعوبة الانفصال عنك. نفس الشيء الشخص هذا بنفصل عن علاقة كانت بينكم، طرف كان بينكم انفصل عن هذا الشخص نهائيا. الطرف اللي دخل سبب انفصالكم هو انفصل عنه. خلينا نشوفها. على فكرة الشخص هذا إذا كان داخل طرف بيناتكم هو حس إنه هذا الشخص هو كان يتلاعب فيه، عشان هيك قاعد بنفصل عنه. إذا تركك عشان شخص آخر أو أنت تركته عشان حسيت إنه في طرف بيناتكم وأنت مش قادر مش مدرك الحقيقة و مش فاهم انه هو ليش دخل هذا الطرف بيناتكو، هو قاعد بنفس العلم، هو ادرك ان هذا الشخص هو تاع علاقات، هو بنفس العلم حاليا وهو زعلان عليك جدا جدا وندمان عليك جدا جدا، بحس انه هو ضيع استقراره وحاسس انه العدل انه يصير فيه هيك، لانه هو شكله ضرك وخلاك بحالة غموض مع نفسك حتى او مع الحواليك، او مش فاهم نفسك او مش فاهم الاشخاص الاخرين، ومش يعني مش مآمن في الحب وعندك قيود حاسسها انه قيود اسرية مش قادر تكسرها، لانه مثلا ما شجعك انك تكسرها لانه حسسك ان الحب كذبة وما فيش حب، مع انه احتمال انه انت اكتشفت الحب لما هو انفصل عنك، اكتشفت انك انت محبوب كمان، واحتمال انه انت بعد ما راح الشخص دخل شخص اخر لحياتك. فهون بيقولوا لك عشان انت تعرف انه في حب لازم يصير سلام يا ربي داخلك، لازم يصير تسامح وتؤمن في الحب. عشان انت تقدر تؤمن في الحب لازم تسامح، تنسى الماضي. فالشخص هذا ندمان عليك جدا مدى السنين انه هو تركك عشان شخص هو لعب فيه كمان، وبتذكر انك انت كنت له بالنسبة له كحنان الاب، او كنت انت بالنسبة له المرشد لحياته. هون برج الحمل، برج الميزان، و برج الجوزاء. برج الميزان كيف انت بتتعامل مع فكرة مع برج الميزان؟ طيب الشخص هذا في طاقة تعشو طاقة المحاسبة. الشخص هذا في ناس بتحاسبه ووقع في شر اعماله. طيب وهون برج الحوت وبرج الدلو العذراء. بس كمان الشخص هذا يمكن يحاول انه يستقر في حياته للبعض منكم وينسى الماضي في الماضي. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك انك انت انفصلت عنه فجأة. انا حاسس ان انت فجأت في الانفصال، ما كانش متوقع انك انت انك تنفصل عنه، بسبب انا يعني بعطي اكبر احتمال بسبب دخول طرف بيناتكم، لانه الانفصال بسبب اللفرز مش بسبب الحب انه رح تنفصلوا عن بعض. فانا بحكي انه هو حاسس انك انت انفصلت عنه بسبب اكتشفت انه مثلا انه بعلاقة، اكتشفت انه علاقة اخرى غيرك، او انت اكتشفت ان هذا الشخص مش قادر يحارب العادات والتقاليد اللي هو فيها وفضل العادات والتقاليد على حبكم. فهو شايف انه انتوا قررتوا الانفصال بقرارة نفسكم منكم انتوا، يعني انتوا قررتوا تنفصلوا عن هذا الشخص، لانه شايف انك انت شفت فيه علاقة، يعني زي كأنك مسكت بجرم المشهود. طيب خلينا نشوف ليش شايفك هو الطور.
واكتشفت انه انت انه هو الشخص هذا ارتبط وفضل المال وفضل الجمال وانجذب لشيء اخر غيرك. وكمان شايف انه هو دخل طرف بينكم، فشايفك انك انت اكتشفت انه هو طرف، بعد شوي هو شايفك انك انت شايف نفسك انك طرف ثالث بيناتهم، وانتوا ما اتفقتوش انه في وجود هذا الطرف تضلوا مع بعض، فانت قررت انك تنفصل عنه فجأة. انت فاجأته في الانفصال وهو بعيد في حساباته، واذا كنتوا من فترة طويلة منفصلين في هذا الشخص بنفصل عن الطرف اللي دخل بيناتكم، او بحاول انه يتشافى، يمكن انت شايف انه هو بحاول انه يخرج عن شيء ما كان هو اللي مقيد علاقتكم مع بعض. السبب ان اللافرز والتو اوف كابس والامبرس، بسبب دخول طرف، بسبب حب جديد دخل حياته لهذا الشخص، انت انفصلت عنه وشافك انك انت فتحت عينك لقيته او اكتشفت حقيقة انه هو مرتبط في علاقة اخرى، سواء زواج، خطوبة، او زوجة ورح تنجي الطفل. ففي شيء انت فتحت عينك ولقيت نفسك انه انت طرف ثالث في هاي العلاقة. اللافرز والتو اوف كابس معناته هو في علاقة، انت اكتشفت انه هو في علاقة، هو شافك انك انت كشفته انه في علاقة، وشفت نفسك انه انت دخلت يعني حشرت حالك بينهم، بس انت ما كنتش مدرك انه هو كان في علاقة، او حتى لو كنت مدرك هو فضل العلاقة التانية مش انت. انا شايف انه في علاقة ثلاثية هاي. طب هو كيف شايفك؟ شايف شخصيتك؟ برج الأبراج كمان طلع معنا عشان أكون ذكرت كل الأبراج. احتمال إنه النيو لاف إنه يكون هو اللي دخل علاقة جديدة، عشان هيك أنت انفصلت عنه، دخل طرف آخر، احتمال كبير وارد. وانت زي طلعته برا حياتك وقلت له انا بأمنش بالحب، انت بتأمنش بالحب صرت لانه هو خانك، دخل طرف منك، وانا حاسه ما في خيانه في العلاقه، وانت قررت انك تنفصل عنه، او اذا كان هو متزوج هو فضل علاقته الاسريه. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك انت كنت كتير كتير طيب معايا، كنت معطاء، لانه هو هون برضه كان حاسس انه خسرك، كأنك كنت تحتويه كالأسرة، كأنك محتويه كأنك أسرته، كأنك أب أو أم له، مش بس حب، كأنك انت كنت تدله على مسار حياته، فهمه بين الخطأ والصح، أو تدله دائما على الصواب، كنت معطاء معايا لدرجة كتير، كنت تعطيه أكتر من هو كان يعطيك، وكنت أنت متوازن في العطاء، هو ما كانش متوازن معاك، هو كان ياخد منك ويروح ينظر لشيء تاني أو لطرف آخر، فهو شايفك إنك أنت اللي كنت تعطيه وتسد حاجته، حاجته كانت سواء للعاطفة، للمشاعر، للمال، يمكن أنت كنت معطاء معاه أو دخلته مشروع وكنت أنت داعم كبير بالنسبة لك.